إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض لي يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها وعلى آله وصحبه وسلم ثبت يوسف الصديق مكانته عند الملك بعد أن خطط لمصر كيف يمكن أن تخرج من أزمتها من الطبيعي أن يحاول الكهنة إيقاف تقدم يوسف ونجاحه في إقناع الناس بعبادة رب واحد أحد
وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. سيدتي، لابد أن يكون لك دور مع الملكة جيداء في إفساد ما يفعله يوسف يا ملكة البلاد. أنا أحب الإله آمون، ولكن لا أستطيع أن أعمل ضد يوسف. عليك أن تنسي الحب تماما. هل أنسى الحب؟ أتمنى أن ينساني هذا الحب ويتركني لحالي. لابد أن يتكاتف الجميع لإنقاذ الإله آمون. لا تطلب مني ما هو فوق طاقتي. هذا ليس فوق طاقتك، بل وضد إرادتي يا كبير الكهنة. وماذا عن غضب الإله آمون عليك؟ قل له إن قلبي ليس ملكا لي. قل له إن الحب أقوى مني. أي حب هذا الذي يجعلك تعصين إرادة آمون؟ الحب الذي تسبب في ضياع هيبتي ومكانتي بين الناس. ما هذا الذي يحدث في قصرك يا عزيز مصر؟ يوسف أنت عدوي الأول. أنقذك زاهد يا ولدي؟ أأنت متأكد؟ هذا العربي؟ كاد اللص أن يسرق أموالي يا أمي. يا ولدي الحبيب، أنا لا أريدك أن تتأذى. لقد تدخل هذا الرجل في الوقت المناسب. لابد أن أشكره حين أراه. ماذا يريد هذا الرجل منك يا أمي؟ يريد أن يتزوجني وأنا أرفض. لماذا ترفضين يا أمي؟ حقا؟ أنت لا ترفض زواجي؟ أنا لا أمانع. هناك من اندس بين الناس يا مولاي ليسيء إلى يوسف. ماذا تقول يا زخار؟ يتحدثون في الأسواق والبيوت عن يوسف. ماذا يقول هؤلاء عن الرجل الأمين؟ يقولون إنه يقود البلاد للخراب، وإن تفسيره للرؤية قد لا يكون صحيحاً. ومن وراء هذا يا زخار؟ لا أظن أحداً مستفيداً من ذلك سوى كهنة المعبد. الكهنة الكهنة، هم يدمرون كل شيء من أجل مصالحهم. دعني أفكر في الأمر. لا أدري ما سر هذه الحرب الخفية على يوسف من قبل الكهنة والمعبد. أرى أن الحرب لن تفلح يا زخار. كيف يا مولاتي؟ وقد حشدوا كل قوتهم لإسقاط يوسف من منصبه. هل تعتقد أن الملك ساذج إلى هذه الدرجة؟ ولكنها المكيدة يا مولاتي. المشكلة ليست في فكر نويبار ولا خور. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي هل سينجح يوسف في المرور بمصر من هذه المحنة؟ أثق في قدرة يوسف إلى حد بعيد. وأنا أيضا أثق بيوسف. إن غياب العزيز عن المشهد الآن
يعد خسارة كبيرة. العزيز في حالة سيئة. ثبت يوسف الصديق مكانته عند الملك بعد أن خطط لمصر كيف يمكن أن تخرج من أزمتها. من الطبيعي أن يحاول الكهنة إيقاف تقدم يوسف ونجاحه في إقناع الناس بعبادة رب واحد أحد، وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. وهكذا استمر عمل المصريين بكل حب واجتهاد، مطيعين يوسف في خطته الحكيمة نحو الوصول بمصر إلى بر الأمان والخروج بها من هذه الأزمة بسلام. يا عزيز مصر، لما كل هذا الاختفاء عنا وأنت تعلم مكانتك عندنا؟ يا مولاي، حالتي ليست بالطيبة الآن. يا عزيز مصر، أنت بذلت جهودا كبيرة لنفع هذه البلاد، وسأعطي لبلادي ما تبقى من عمري. ماذا تريد مني لأفعله لأجلك يا عزيز مصر؟ أن تلتمس لي العذر إن قصرت في أداء عملي في هذه الأيام الصعبة. عليك أن تسافر، فالنيل ممتد وملكنا يسع هذا العالم. أسافر؟ أستريح؟ نعم، سافر لتغير الأجواء وتستريح قليلا. وشؤون الحكم يا مولاي؟ سأكلف زخار بالقيام بعملك حتى تعود. سمعا وطاعة يا مولاي. كيف لامرأة أن تكسر رجلها كل هذا الانكسار؟ كيف؟
لم أعد أرى جمالا في هذا الكون. إن انكسار المرأة في مشاعرها لا يعدله أي انكسار. عندما يكون معي زوجي ولا أشعر بوجودي. عليك أن تسافر، فالنيل ممتد وملكنا يسع هذا العالم. أسافر؟ أستريح؟ نعم سافر لتغير الأجواء وتستريح قليلا. وشؤون الحكم يا مولاي؟ سأكلف زخار بالقيام بعملك حتى تعود. سمعا وطاعة يا مولاي. يوسف الكريم ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان من الصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي فجأة خرج من بينهم صوت قال لو مات كده ذنب كبير احنا خلاص نرمي في البيت نسي ساعتها يا رب كبير خرج من ظلمات البيت عاش واتربى جوه ابن إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان من الصابرين ظلم جديد اتعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقويه حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين